السلام عليكم. في إطار العملية أنت إنجاز محطات تحلية مياه البحر، إذا في هذا الإطار بدأت عملية أنت عمد الشبكات أنت المياه، إذا توزيع تاع المياه انطلاقا من محطة أنت كاب بلون في غرب مدينة وهران. إذا انطلقت العملية أنت عمد القنوات وشبكة القنوات لتوزيع المياه من المحطة باتجاه المجمعات السكنية والمدن المحيطة بالمحطة، يعني على امتداد قطر انت 100 كيلومتر، يعني كل هذه المناطق قابلة للتزود بالمياه من المحطة الجديدة اللي تقرب الأشغال من الانتهاء منها. إذا هذه هي، نخليكم تابعوا الفيديو حول هذه العملية انت عمد قنوات توزيع المياه اذا باتجاه البلدية المجاورة انطلاقا من محطة تصفية المياه بكابلون بوهران. اذا نخليكم تابعوا الفيديو وما تبقى منه، والسلام عليكم. Okay.